حتة الحشيشة أنا ما أعرفش أسعارها والله. أنا كان نفسي أسأل واحد يعني قبل ما نيجي وتقول لي 10%. ما 10% يعني 10% مخدرات. بتشرب مخدرات بلاش بلاش بلاش. عملت ايه معاك المخدرات؟ ما فيش إجابة، صفر. بتعمل لك دماغ، بتعمل لك ايه؟ دماغ. ايه الدماغ اللي بتعمله لك؟ بتخربه، بتخرب دماغك. المخدرات بتخرب الدماغ، وحرامه من الكبائر. عملت معاك ايه تاني؟ ضيعت فلوسك. ما هي دي غفلة. انا ما خرجتش من الموضوع. تضيع فلوسك على مخدرات، دي غفلة. تصرف حتة الحشيشة انا ما اعرفش اسعارها والله. انا كان نفسي اسأل واحد يعني قبل ما نيجي حتة بمجيني ولا من. وبعدين صفر. فلوسك ضاعت وعيالك ماشيين من غير هدوم، او حتى لو عندك فلوس لا بارك الله لك فيها. بسم الله من القرآن، من القرآن. خابه خابه. اشتغل طول النهار او يجمع واخر النهار يضيع فلوسه على المخدرات، ما هي دي غفلة. هيحاسبك ربنا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الخمر خمرة. وتقول لي 10%. ما 10% يعني 10% مخدرات. انت عملت لي في ليه طيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إيه؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حرام. حافظ على الجن اللي معاك، ربنا هيسألك عنه. ويوم القيامة فيه سؤال تاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 حاجات: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه. فلوسك جبتها منين ووديتها فين؟ عايزين نرجع لربنا سبحانه وتعالى ونبدأ صفحة جديدة. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا، اللهم اهلك أعداءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم ارفع شأننا، اللهم امتنا ساجدين، اللهم امتنا ساجدين، اللهم امتنا ساجدين، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا ذنوبهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ابعد عنا الغم والهم والكرب، اللهم اصلح أحوالنا وبيض يوم القيامة وجوهنا، وانصر إسلامنا وتولى أمرنا.